السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأهلنا في فلسطين الحبيبة. اللهم أمين يا رب. الله يبارك في الجميع. النهاردة تاريخ 3 من شهر ديسمبر، شهر 12 لسنة 2023. إن شاء الله هنحاول نقول بعض النصائح والرد على استفسارات والأسئلة للأصدقاء معنا للإخوة النحالين. نذكر بس بأمر لابد الإشارة ليه، إحنا نشرنا فيديو تقريبا أمس خاص بأعمال النحال خلال شهر 12 أو الشهر اللي إحنا فيه. نتمنى أن الأصدقاء اللي ما استمعوش للفيديو يستمعوا ليه، لأن نقدر نقول فيه معلومات إن شاء الله يستفيدوا منها. طبعا في البداية نتمنى من الأصدقاء الجدد والأعضاء الجدد يشترك معنا في القناة، لعل إن شاء الله أي فيديو يتم نشره أو بث مباشر يوصل للأخ إشعار بإن تم نشر فيديو. طيب الله يبارك في الجميع. أولا في التوقيت اللي احنا فيه حاليا، نقدر نقول بداية شهر 12 أو 3/12 بالتحديد، بعض الأصدقاء كتير تواصلوا معايا على سبب وهو انقطاع الملكات داخل الخلايا عن وضع البيض. سواء أخ مثلا من الجزائر تواصل معانا، سواء أخ من داخل مصر تواصل معانا، على العموم فيما يخص موضوع انقطاع الملكات عن وضع البيض، بالخصوص البلدان اللي فيها تشتية للنحل، اللي هي احنا ذكرناهم البلدان اللي معروف تشتية النحل فيهم، البلدان اللي في شمال أفريقيا والبلدان اللي هي شمال بلدان الشام وكذلك مصر مع ليبيا. طيب الله يبارك في الجميع. بالنسبة للبلدان ديت، الخلايا لو جه عندك انقطاع لوضع البيض ده أمر عادي جدا، تمام، ما تكونش خايف، ما تكونش قلقان من الموضوع ده. أهم حاجة إن الخلية تكون في الداخل فيها ملكة، تمام، دي أهم حاجة. حتى بقى انقطاع الملكة عن وضع البيض ده أمر عادي. طيب عادي ليه أو أسبابه إيه؟ اولا الاجواء من درجات الحراره مش مستقره، يعني في الليل بتصل ربما ل 10 درجات، اثناء اليوم او بالنهار ممكن تصل 15 تصل 16، ساعات تيجي يوم 20، تمام. فممكن بعض الاصدقاء بيلاقي عنده جزء من الحضنه جزء ضعيف جدا، رقعه زي ما بيقولوا كده، احنا كنا حالين بنقول عليها رقعه حضنه بسيطه. في بعض الاصدقاء ما عندوش حضنه نهائي، تمام، فده ما يدعيش للقلق. امتى اكون قلقان؟ لو الملكة داخل الخلية مش متواجدة، مفقودة، تمام، إنما الملكة موجودة ما تقلقش، تمام. نتمنى نأخذ الشيء ده بعين الاعتبار. طيب لما تكون الحالة نقدر نقول في منحلك عامة، خلي بالك من الجملة دي، حالة داخل المنحل عندك عامة، بمعنى إيه؟ عندك 15 خلية، ال 15 خلية الملكات كلها منقطعة عن البيض، تمام، ده يكون أفضل من ان يكون عندك خلية او اتنين فقط هي اللي منقطعة عن البيض وباقي الخلايا او باقي ال 15 خلية الملكات شغالة بوضع تمام. ليه؟ لان الحالة دايما اللي بيقولوا عليها الحالة العامة او الخلايا كلها لما تكون نفس الشيء في منحلك، ده نقدر نقول بيدل زي ما احنا قلنا على اجواء باردة، على عدم قدرة النحل عن الصروح، على نقدر نقول فترة توقف للملكات. عامة هي فترة التوقف للملكات دي مش هتطول، يعني ممكن اسبوع، 10 ايام، 15 يوم، تمام. النحل سبحان الله نقدر نقول بيهيئ نفسه لدخول الفصل الجديد او فصل الشتاء ده، وبالتالي ان شاء الله الملكات تبتدي تضع البيض مره تانية. طب هل ممكن نحط بعض العجائن البروتينيه؟ دي ملهاش علاقه بالعجائن البروتينيه، لان ما شاء الله معظم المراعي في الخارج مراعي ممتازه، ولكن النحل ما عندوش القدره على الصروح، تمام. اهم حاجه كنصيحه ليك الأخ النحال أو الأخت النحال اللي عندها الظاهرة دي، تكون ضاغط الخلايا بتاعتك، ما انتش حاطط براويز أزيد من لازم، متوفر في البراويز مخزون من العسل. ده أهم الأمور اللي لابد الإشارة ليها، تمام. أتمنى الصورة يكون واصلة. لو في حاجة استفسار أو سؤال فيما يخص الموضوع ده، إن شاء الله نكون في الانتظار للرد عليها، سواء الأخ كتب تعليق أو سأل سؤال فيما يخص الجزئية دي. طيب ننتقل لبعض الاستفسارات والأسئلة للأصدقاء للرد عليها إن شاء الله تعالى. فنتوقف على بركة الله. السؤال الأول، الأخ بيقول السلام عليكم، في نحال بيقول إن النحل يسرح 37 كيلو، أخوك موسى من سوريا منطقة الحسكة،
رأس العين. طيب الأخ موسى، تحياتنا ليك ولأصدقائنا في سوريا. فيما يخص موضوع إن النحل يسرح 37 كيلو ديت، أنا مش هقول لك يعني ديت من الخيال، ولا هقول لك ديت كلام مش صحيح، ولكن اللي أنا أقدر أقول لك عليه حاجة واحدة، وهو لما يكون عندنا موسم عسل أو عندنا نشاط، تمام، وهو إن السروح بتاع النحل اللي نقدر نقول عليه الإيه؟ السروح اللي يعطيك إنتاجية، تمام؟ 1 كيلو، تمام؟ 1 كيلو نقدر نقول، أو 700 متر ممتازة جدا. ليه؟ النحل عنده القدرة يروح يجيب في المسافات دي، تمام؟ ويخزن وتاخد إنتاجية. طب هل النحل ما يروحش 3 و4 و5 كيلو؟ النحل يروح، بس مش هتلاقي إنتاجية. ليه؟ لأن المسافة الكبيرة والمجهود الكبير اللي يعمله النحل بيستهلك غذاء بكمية كبيرة جدا. فاهم عليا؟ فبعيدا بقى عن ان ال 37 ديت اللي انت بتقول عليها 37 كيلو، النحل يروح ولا ما يروحش، ممكن يروح زي ما انا بقول لك في حاله واحده، انه يقطع تذكره الطيران ويحجز رحله سفر. تمام، طبعا انا بمزح المزح دوت للاخ اللي هو كاتب المعلومه، او الاخ اللي تكلم في المعلومه دي، لان 37 كيلو ديت من الخيال. تخيل لما يروح 37 كيلو ويجي يرجع العوده كمان 37 كيلو، انت بتتكلم في كام؟ بتتكلم حاجه و60، كتير جدا يا اخي، يعني عمرها ما يحدث الشيء ده. اتمنى يكون الصوره واضحه. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ سالم من مصر بيسال، بيقول انا عندي 20 خليه والملكات كلها متوقفه عن وضع البيض، مفيش حضن خالص. طيب اخويا سالم الله يبارك في عمرك، تحدثنا في بدايه الفيديو عن الموضوع ده، اتمنى يكون استمعت للاجابه، ومش عاوزك تقلق ولا تخاف، واهم حاجه تلتزم بالنصائح اللي احنا تحدثنا عنها. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ عبد الحميد من المغرب، تحياتنا ليك والاصدقاء في المغرب. بيقول جزاك الله خير اخي محمد المصري، معاك حق يا اخي، لدينا نحل يدخل كميات جيده من حبوب اللقاح. مشكور الاخ عبد الحميد، انت بتعلق على تحفيز الملكات خلال الشتاء اللي احنا حذرنا منها، وقلنا ان ما شاء الله المراعي كتيره ومراعي ممتازه وفي حبوب لقاح، ولكن الطقس السيء هو اللي بيأثر. مشكور الله يجزيك الخير على المشاركه معنا. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا مشعل من الطائف المملكة العربية السعودية، تحياتنا ليك ولاصدقائنا في المملكة. بيسأل بيقول، اريد اضع للنحل العجائن البروتينية والكاندي مختلف المكونات، مثلا البروتينية ليمون وقرفة، لكن الكاندي سكر مع خل عضو فقط، وضع العجنتين في الخلية مختلفة المكونات، هل هذا جيد؟ طيب اخويا مشعل، انا افتهمت قصدك، عاوز تضع عجينة بروتينية تحفز الملكات، وفي نفس الوقت عجينة سكرية عشان اجواء برد. اولا اجواء الطائف انا على حد علمي، تمام، ان هي نقدر نقول اجواء بارده شويه، تمام. طب انصحك بايه؟ انصحك عاوز تحط للنحل عجائن، حط له عجائن فقط سكريه او عجائن كاندي، تمام، ده نصيحتي مني ليك. طب هل لو حطيت العجينتين في نفس الوقت يضر؟ مش هيضر، مش هيضر، ولكن هدف ان احنا نحفز الملكات في اجواء بارده ده مفهوم خطا. فاهم عليا؟ يعني حتة ان النحل هيموت، لا مش هيموت، تمام، بس مش هتلاقي الهدف اللي انت عاوزه، انك انت تلاقي الملكات وضعت البيض مثلا زي ما بنحط عجائن بروتينية في الخريف او الصيف، مفيش، لان الطقس يا اخي بيجبر الملكة ان هي تتوقف. فاهم عليا اخويا مشعل؟ اتمنى الصورة يكون واصلة لك، والله يسر لك الحال. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ بيقول، تحياتي لك يا اخي محمد، بارك الله فيك، معاك شرحبيل من فلسطين، تحياتنا ليك والاصدقاء في فلسطين اخويا الغالي. بيقول عندي سؤال، اليوم تفقدت خلايا النحل، وجدت النمل داخل خليه النحل، انا ان خلايا النحل موضوعه في اطارات السيارات ومرفوعه عن الارض من خلال الاطار، كيف يمكن مكافحه النمل؟ جزاك الله كل خير. طيب اولا انت واضع الخلايا على كاوتشات او كفرات السيارات، بالتالي سهل ان النمل يعبر من عن طريق الارض، ومن ثم يمر على الكفر او المطاط بتاع السياره ويخش الخلايا، تمام. انصحك بايه؟ انصحك تحط الخلايا بتاعتك على حوامل، تمام، حوامل من خشب او حديد، ومن ثم تضع في الارجل بتاع الحوامل ديت زيت سيارات وسخ، تمام. طيب الكفر مش هتقدر تعمل له اي شيء، لان الكفر طالما الكفر على الارض وموصل للارض النمل هيعبر مباشره. فاهم عليا؟ اتمنى يكون الصوره دي واصله لك الاخ شرحبيل، تمام. في بس امر لابد الاشاره ليه الله يبارك في عمرك، وهو لما يكون عندك نمل، خلي بالك ما بين الخيشه
او ما بين مثلا قطعة القماش وما بين الغطا، تمام، دي ممكن نعمل لها حل اخر. تمام، انا عن نفسي جربتها شخصيا في المنحل. خلي بالك بعض الخلايا ساعات النمل بيعمل عشوش ما بين الغطا الخارجي وما بين الخيشة، او ما بين الغطا الخارجي وقطعة القماش. دي امرها سهل وحلها سهل جدا، انما ان النحل يخش الخلية من فتحة السروح، لا، لازم انك انت تمنع دخول النحل عن طريق فتحة السروح، من عن طريق انك انت تضع زيت وسخ في حوامل الكراسي في الاسفل. اتمنى الصورة يكون واصلة لك. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ بيقول الله يعطيك العافية ويجعلها في ميزان حسناتك، فينا نحط لكل 50 كيلو سكر بودرة كيلو خميرة لكي تبقى العجينة طرية؟ طيب الاخ الكريم الله يبارك في عمرك، انا الفيديو القادم ان شاء الرحمن هتحدث عن الموضوع ده باستفاضة، فاتمنى يكون مستمع لينا هتستفيد منها ان شاء الرحمن. تمام، اللي هو ازاي نمنع تصلب العجينة. اتمنى تستمع ان شاء الرحمن للفيديو ده اللي هو القادم باذن الله، هتلاقي فيه اللي يسرك باذن الله. طيب ننتقل لسؤال اخر. السؤال بيقول صناعة عجينة في البيت لكن خزنتها في المبرد او المجمد من شهر 9 شهر سبتمبر، بيقول ممكن اعطائها للنحل عندي في الخلايا ولا لا؟ طيب الاخ الكريم الله يبارك في عمرك، اول شيء لا يوجد اي مشكلة لسبب واحد، ان بلا شهرين او بلا 3 شهور محفوظة في مكان نقدر نقول داخل التلاجة، لا يوجد مشكلة. اولا قوم اول حاجة باستخراجها من المبرد او استخرجها من التلاجة، ومن ثم خلاها خارج التلاجة او في الغرفة العادية توصل لدرجة حرارة الغرفة، يعني توصل مثلا درجة حرارة مثلا 20 درجة، اقل من 20 درجة، ومن ثم ان كانت محتاجة مثلا تتوزع في اكياس نايل نوزعها، محتاجة تتقطع قطعها ونزلها للخلايا، لا يوجد اي مشكلة. تمام، اتمنى الصورة تكون واصلة للاخ الكريم. تمام، طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا من صعيد مصر بيتكلم بخصوص ضغط النحل في صناديق صغيرة، بيقول انا ليس عندي صناديق سفر، ممكن اضع حاجز على اخر برواز من الكرتون مع وضع بطانية فوقها؟ طيب اخونا الله يبارك في عمرك، اولا لو يفضل يعني لو وضعت مثلا قطعة من الابلكاش او قطعة من الخشب، تمام، او من الفلين المضغوط افضل، لان الكرتون لا قدر الله لو تسرب اي مية للداخل الكرتون مباشرة هيبوش. تمام، فبالحالة دي يفضل زي ما بقول لك تستخدم ابلكاش، تستخدم خشب، تستخدم فلين. خلينا لك الحاجات دي في مصر عندنا يعني مش غالية، رخيصة. تمام، وطبعا بالنسبة انك انت بتغطي النحل بالبطاطين او قطعة من البطاطين لا يوجد مشكلة. تمام، اتمنى بس الصورة يكون واصلة لك، الله ييسر لك الحاجة. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ مراد من اليمن، تحياتنا ليك والاصدقاء في اليمن، بيقول لقد فقدت ملكة ولدي عذرة لكن من اسبوعين ولم تتلقح، هل اضمها ام انتظر؟ طيب اخويا مراد الله يبارك في عمرك، اسبوعين بتتكلم تقريبا في حدود ال 14 يوم. تمام، لو انت شايف ان الظروف عندك في اليمن الملكه دي مش هتطلع تتلقح بسبب مثلا ما فيش ذكور او اجواء بارده او ما شابه ذلك، انصحك ضمها. تمام، انصحك ضمها عشان ما تضيعش وقت. طب لو انت عندك نشاط وعندك ذكور، لا، في الحاله دي تنتظر كمان 3 4 ايام. تمام، اتمنى الصوره يكون واصله للاخ علي مراد او الاخ مراد من اليمن. طيب ننتقل لسؤال اخر. الاخ بيقول السلام عليكم، اخ محمد اخوك من المغرب، هل نوع المرعى له علاقه بشراسه النحل؟ طيب الاخ الكريم الله يبارك في عمرك، في البدايه في شهر ديسمبر اللي احنا فيه حاليا دلوقتي او شهر 12، الاجواء نفسها او الطقس نفسه ممكن يجعل النحل فيه شراسه. تمام، طيب بالنسبة لسؤالك انت، هل المرعى يتدخل في علاقات الشراسة من النحل؟ نعم، بعض المراعي من حبوب اللقاح بتجعل النحل شرس. تمام، كذلك ما تنساش امر مهم ولا تحدثت عليها في بداية سؤالك، ان من اهم الامور اللي بتخلي النحل شرس في التوقيت الحالي تغير الاجواء، دخول النحل من فصل الخريف الى فصل الشتاء. تمام، انا في منحلي داخل مصر يوجد عندي نقدر نقول شراسة، يعني انا كنت مثلا اللهم صل على رسول الله حوالي يمكن اول امس من يومين تقريبا كنت في المنحل بتفقد الخلايا وبنزل بعض العجائن
تمام. كان في شراسة في النحل، على الرغم ان النحل معروف في مصر ان هو الطبع بتاعه هادئ، ومع ذلك لقينا شراسة، تمام. فده امر عادي يعني، مش عايزك تقلق من الشيء ده، تمام. طيب ننتقل لسؤال اخر. اخونا من العراق اتوقع يعني، بيقول انا عندي اليوم ذكور النحل مفقسة حديثا، او نقدر نقول لسه خارجة حديثا يعني، بيقول النحل يقتلها ويطلعها خارج الخلية، علما ان الخلية على 6 اطارات. طيب الاخ الكريم الله يبارك في عمرك، في البداية معنى ان النحل يلقي الذكور في الخارج، سواء الذكور ديت حشرة كاملة او بيخرجها من الحضنة وبيرميها في الخارج، تمام، مع فصل الشتاء، ده امر عادي جدا وامر تقليدي جدا. انصحك بحاجة واحدة ضرورية ومهمة جدا، وهي التأكد من وجود مخزون من العسل في الخلية، لان في بعض الظروف النحل لما يكون جوعان او داخل على جوع بيخرج اليرقات بما فيها الذكور طبعا في البداية، ومن ثم الحضنة بتاع الشغلات. عاوزك تتأكد من مخزون العسل في الخلية. مخزون العسل في الخلية ممتاز، خلاص تمام. حتة قتل النحل للذكور او اخراجه ليرقة الذكور، يرقات الذكور، امر عادي جدا مش عاوزك تقلق منه، تمام. اتمنى الصورة يكون واصلة لاخونا الحبيب. طيب ننتقل للسؤال الاخير في الفيديو دوت، وان شاء الله الفيديوهات القادمة هنحاول نرد على اكبر عدد من الاسئلة. السؤال بيقول السلام عليكم اخي محمد، المطاحن اللي هي تطحن السكر المطحون تضع قليل من النشا او الطحين في السكر لزيادة نعومته، نعومة السكر المطحون وعدم تحجره. نعم كلامك صحيح وانا اتفق معاك في هذا الشيء، ولذلك انا نصحت الاصدقاء ان هو يشتري سواء سكر خشن او يشتري السكر المطحون من مصدر موثوق منه، ومن ثم يعمل العجائن داخل المنزل منعا لا قدر الله ان يدخل فيها اي مواد تضر النحل، تمام. لان اشتكى من الموضوع دوت يعني على ما اتوقع، اللهم لك الحمد، نشهد يعني نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا لسه في العمر بقية حتى الان. سأل على الاسئلة ديت العام الماضي بعض الاصدقاء بالخصوص في فلسطين والجزائر، تمام، وكانوا يسألوني دايما ان السكر بيشتروه وموجود فيه نسبة من النشا ونسبة من الطحين، وكان طبعا صاحب المحل او الطحانة او العطار اللي كان يبيع السكر كان يقول لهم ان السبب الاساسي في وضع المواد ديت عشان السكر ما يتحجرش، ونصحناهم وقلنا لهم يفضل ان النحال يطحن السكر في المنزل، تمام. فالله ييسر الحال ونسأل الله التيسير يا رب، عند الله اقدر اقوله لك يعني، تمام. الله يبارك في الجميع، نكتفي بالقدر ده من الأسئلة، تمام. وإن شاء الرحمن الفيديو القادم نتكلم فيه بإذن الله على موضوع فيما يخص الكندي، موضوع مهم إن شاء الله يهم الأصدقاء الكثير بإذن الله، ونرد كذلك فيه على جزء من الأسئلة بإذن الله. فنسأل الله يا رب التيسير للجميع. مشكورين شكرا جزيلا.